إلى اللقاء في عام جديد أعانق فيه التفاؤل وأدون فيه الحب. مر عام بحلوه ومره وجاء عام جديد. الكل كينتظروا بأمال وأحلام كبيرة. كنتمنى تكون سنة خير على الجميع. نورمالمون هذا الفيديو كنت غادي نشرو الأسبوع اللي فات، ولكن بسبب وعكة صحية تأجلت اليوم. هنا تنشارك معكم كيفاش احتفلت بعيد السنة الميلادية والسنة الأمازيغية. أسكواس أمباركي على الجميع. العام الجديد بدينا بإمتد فيزيت لافيل فيرارا. هي لافيل دوريجين ديال حماتي، هي المدينة اللي تولد فيها الزوج ديالي والمدينة اللي تزوجنا فيها هي هادي. كانت عاصمة دوقية في فترة عائلة ليستانسي، منين كانت كتمثل مركز ثقافي سياسي فني مهم. التطور الحضاري اللي حدث خلال عصر النهضة خلى المدينة تكتسب لقب أول عاصمة حديثة لأوروبا. فعام 1995 حصلت على اعتراف اليونسكو كموقع تراث عالمي للمركز التاريخي. قلعة ليستانسي كتمثل رمزا حقيقيا للمدينة، رمزا للقوة والتوازن، لواحد من أهم السادة الأوروبيين وأكثرهم استنارة. عرفت الجدران ديالو المهيبة، الأحداث والأفعال والمؤامرات العاطفية وأهواء الشخصيات التي لا حصر لها، ولميزات تاريخ عائلة ليستانسي. كان الهدف من البناء ديالو هو حماية الأسرة من التوارث الشعبية. تدريجيا تحول هذا القصر المنيع إلى قصر رائع يحسد عليه من البلاد. فيرارا مدينة تاريخية حتى في فن الطبخ، من أشهر الأطباق ديالها هما إيكابيليتي اللي صوبات حماتي في الفيديو السابق. هذه ساحة البلدية. هنا فين زوجنا مع الدروج كتديك القاعة الاحتفالات اللي تابعة البلدية. كون جي بونس il me semble que c'était hier que l'aventure a débuté. فيرارا مدينة جميلة تستحق الزيارة بالتأكيد، ولكن ما واخداش حقها، ما معروفاش بزاف من قبل السياح. تعرفوا غير المدن الكبار، رغم انه عندها ماضي تاريخي ثقافي فكري غني بزاف. الاثار الرائعة والجو الرومانسي هي متاحة حقيقية للزوار. أجمل ما في فصل الشتاء هو لحظة سقوط الثلج.
كوني أمازيغية حرة أبن عن جد متشبتة بتقاليدنا، غادي نحتفل اليوم بالسنة الأمازيغية كما يجب. هو تقليد ومناسبة الاحتفال بما تجد به الأرض من خيرات وتأكيد على تشبتنا بالأرض اللي هي الهوية ديالتنا. أول حاجة غادي نصوب بين كومبوزيسيون فلورال سهلة، من بعد غادي نحضر مقبلات متنوعة والكسكسو بيان سيو مع دي شيختا، غادي يكون هو كوم البريمو لو بلا برينسيبال. اي لو دوزيام بلا غادي تكون اون بيتيت كرياد افيك لي ليغوم، وفي الاخير اون تارت او شوكولا سهلة اللي ما كتدخلش الفران. بشكلات البيض رسمت حروف تيفينا وزينت بها في الاخر باش نضيف لها اللمسة الامازيغية. القريعات ديال العطرية حيت لهم الغطاية ديالهم وكنستعملهم كشبو. كما جرت العادة كنحطو التمرة داخل الكسكسو واللي جات فيه غادي يكون محدود هاد العام.
هذه المناسبه يا عدونيني غاسكوس امباركي اسكوسي غدا اسكوس دوحدي ربي يدخل خفونس لهنا درزقت الصحه يا ربي امين.